السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هذا النهار إن شاء الله غنقدموا حقيقة الحسد بالنسبة للأرانب وكيفاش نتغلبوا عليه. أول حاجة يمكن التحدث عليها في هذا الموضوع هو أن الحسد موجود داخل الإنسان وهو مذكور في القرآن الكريم. كيفاش غادي نتغلبوا عليه وكيفاش نحسنوا الأرانب ديالو منه، الأرانب ديالنا منه؟ هذا هو موضوع ديال هذا النهار. إذا كل مربي حقيقة يجب أنه يتوكل على الله أولا، وأن يخصو يشتغل مزيان على الأرانب ديالو بحيث أنه يعطيهم كل وقته من ناحية التنظيف والمراقبة والتحصين من الأمراض إلى آخره من الأعمال في تربية الأرانب. لكن ما يجب فهمه هو أن الأرانب هي جد حساسة، وهي تتعود على الناس، كتعود عليكم بزاف وكتخاف من الغريب. هذه راه يعني كتجيكم شويه في شي شكل، ولكن راه هي في الحقيقه كتحس بالواحد وكتخاف من شي واحد يعني ما عمره ما تلاقى معاه. فممكن ان يعني ان تصاب بالحسد وكتبقى تموت واحد تلو الاخر بمجرد النظر اليهم من طرف الغريب. فماذا في الحقيقة ماذا يحدث بالضبط؟ كيف اسمه كيحدث؟ الذي يحدث أن هناك نقطتان في الحقيقة. الأولى هي أن شكل الأرانب وخصوصا اللي كيكونوا صغار كيكون الشكل ديالهم يعني جميل، وكيكونوا يعني بويض ولا عندهم واحد نقولوا واحد الفرو زوين، يعني لان الانسان كي نقولوا كيحسدهم على داك الزين ديالهم. وكاين نوع اخر ديال الحسد، وهو الحسد من طرف الشخص الذي اللي كيشوفهم وما يعني كيكون حاسد داخليا، خصوصا ان اذا يعني كان في الجو البارد مثلا يكونوا الخلفات بزاف، كتكون الرواج في تربيه الارانب وكتكون كثره الخلفات، كيبدا هو كيحسد واحد الحسد بلا ما كيشعر، كيقول بلي انت راه عندك بزاف ديال الارانب وهادي، وهو في الحقيقه كيشتغل في صمت، هذاك الحسد ديالو كيشتغل في صمت الى ان ينفجر، يعني بمجرد خروج هذا الشخص من المنزل ديالك. فمجرد الخروج ديالو كيبقاو يموتوا الارانب الله يحفظهم. اما الحل هو انك يجب ان تقول للشخص الذي يدخل عندك ولو من باب الدعابه، يعني تقول له غير بالضحك مثلا، تقول له يقول قدامك بصوت واضح مثلا لا حول ولا قوه الا بالله، تقول له يقول ما شاء الله، قول له قولها اللهم زد وبارك. يعني هذه الكلمات هادو من الأحسن هو يبقى يقولها قدامك، يعني أنت تسمعها باللي راه قالها قدامك. وبعد ما يخرج من عندك هذاك الشخص مباشرة، حاول مثلا تقرأ شوية ديال القرآن، قول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. تقدر تقول اللهم وسع لي في رزقي واحفظني من عين الحسود. هذه غير كلمات ممكن أنك تقولها، وإلا قلت تعود الفيديو وتحفظوا هذه الكلمات راه مزيانين. إذا وإن كان هذا الشخص لا ينوي أن يحسدك، يجب تحصين نفسك من الحسد. أما إذا كان ينوي، يعني هو ناوي هنيشان كينوي ذلك، وكان فقد الشيء اللي أنت كتملكه، يعني هو ما عندوش هذوك الحوايج وحسدك نيشان مباشرة، فيجب تحصين كذلك. ومن الأحسن أن في الحقيقة من الأحسن ما تدخلوش عليكم شي 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 واحد براني، يعني وخليوا هذوك الشمعة أنا كنسميها شمعة ديال الأرانب، خليها تبقى موقدة، وأنه تبقى الأرانب ديالك من الأحسن يبقاو متحصنين داخليا، اسمه هي داخليا، وهي أنه ما يشوفوش شي واحد، خلي ديك الشميعة شاعلة ما تطفيهاش. هادو هاد الأرانب عبارة عن شميعات، أنتم حاولوا انكم واخا تكونوا باغيين تبيعوا شي واحد، حاولوا انكم تخرجوا هذاك الارنب وديروه في واحد السويك
وتعطيه له تقول له ها هو ويشوفوا مثلا غير من الصاك ماشي تجبدوه قدام الناس ويبقاو يشوفوه الناس راها مشكله ومشكله كبيره. اما الا مشيت تطلعتوا هذاك الشخص اللي باغي يشري تطلعوه لعندكم راه مشكله مشكله ومشكله كبر. يعني حاولوا انكم تحتاطوا من هذه النقطه راها مشكله كيوقعوا فيها بزاف ديال الناس وخا كيكونوا محصنين ضد الارانب ديالهم ضد جميع الامراض كتوقع واحد الفتره انهم كيوقعوا في هذا المشكل ديال ان واخا ما كاين حتى مرض كيجيهم انهم كيطيحوا واحد تلو الاخر يعني كيبقاو يطيحوا بحال نقولوا بحال ضربتيهم بشي مرض الله يسر وبقاو كيموتوا. كاين المزرعه كامله اللي مشات الله يسر بواحد الشوفه من واحد الشخص. راه هادشي راه وقع. انا كنحاول انني نوصلوا لكم حاولوا انكم تفهموا سمويا كلمه الحسد بالنسبه للارانب ديالكم. هي راه في الحقيقه كتكون غيره في الاول وكتبلور الى حسد ومن بعد كتولي كتنفجر كما قلت لكم وكتولي يعني واحد شي حاجه اللي في تربيه الارانب ما مفهوماش. انتما مادام ما فاهمينهاش ما عارفينش الارانب ديالكم كيفاش الله يستر غادي تضربوا. حاولوا انكم هذه الفكره ما كاي مربي كيكون نجح له المشروع كيفرح كيولي كيبغي يوريو للناس كيهضر على الارانب ديالو كيمشي عند الناس يبقى يفرح معاهم وهذيك الفرحه ممكن انها تخسرك كل شيء. حاولوا انكم تخليو الشمعه موقده حاولوا انكم ما تطفيوهاش لان الارانب هادو كيتاثروا بزاف بهذا الموضوع هذا. الحلقه ديالنا راه سالات. تكيو على زر جيم باش تساندونا وتكيو على زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.